السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام. جريمة مروعة جديدة اقترفتها ميليشيات حفتر، حيث استلم الهلال الأحمر الثلاثاء الماضي 12 جثة لأسرى ومختطفين تم تصفيتهم في ترهونة، تعرضوا للتعذيب والتنكيل ثم القتل. في استمرار للانتهاكات اللا إنسانية لجميع الأعراف والقيم الدينية والاتفاقيات الدولية، نتساءل عن دلالات هذه الممارسات المستمرة وتداعياتها بعد أن نتابع هذا التقرير. جريمة مروعة جديدة اقترفتها ميليشيات خليفة حفتر في سلسلة انتهاكاتها اللامحدودة التي تخالف كل الأعراف والأديان ولا تمت للآدمية والإنسانية بصلة. قبل أيام، في الثلاثاء الماضي الموافق للثالث عشر من أغسطس الجاري، استلم الهلال الأحمر 12 جثة لأسرى ومختطفين تم تصفيتهم في ترهونة، وتم التعرف على بعضهم وتسليمهم لذويهم، بينما تعذر التعرف على البعض الآخر أول الأمر بسبب الحالة السيئة للجثث لتعرضها للتشويه والتنكيل فوق ما أصابها من التحلل. وقد أصدرت وزارة الصحة لحكومة الوفاق بياناً استنكرت فيه ما أسمته الممارسات البشعة من قتل الأسرى بعد تعذيبهم والتنكيل بجثثهم بطرق تخالف كل القوانين والأعراف المحلية والدولية. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه بعد استلام مستشفى الزاوية التعليمي 12 جثماناً عن طريق الهلال الأحمر الليبي، وقفت الوزارة على هذه الجريمة النكراء، حيث وجدت آثار التعذيب والتنكيل على الجثمين التي لم توضع بدار الرحمة مما أدى لتحللها، وتعود هذه الجثمين إلى عسكريين ومدنيين بحسب البيان. مدنيين تصادف وجود بعضهم أثناء مرورهم في الطريق العام بهجوم شنته ميليشيات حفتر المعروفة بالكنيات، فاختطفتهم لتسلمهم بعد ذلك جثة مشوهة إلى مستشفى ترهونة ومنه إلى الهلال الأحمر. أحد هؤلاء المدنيين هو عبد الله جبعور، أب لسبعة أطفال كان في طريقه رفقة جاره وصديقه خالد المعتمد، الأب لثلاثة أطفال، على الطريق الساحلي ليحجزوا لأسرتيهما في إحدى المصايف علهم يدخلون شيئا من السرور على أسرهم وأطفالهم، رغم كل المعاناة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة عدوان حفتر وميليشياته. ولم يكن جبعور وصديقه يعلمان أنهما سيكونان ضحيتي هذه الميليشيات، وأن أسرهما وأطفالهما الذين كانا حريصين على إسعادهم سيفجعون فيهم في مشهد أليم وجريمة تعجز الألسنة عن وصف بشعتها. فلماذا وإلى متى يظل هؤلاء المجرمون يسفكون الدماء بلا حساب ولا عقاب؟ مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. يسرنا أن نرحب بضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد كرير، مدير المنتدى الليبي للتواصل والحوار. مرحبا بك أستاذ محمد. وأيضا معنا عبر سكايب الدكتور محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام. وعبر الهاتف معنا أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي بوزارة الصحة. لو بدأت معك سيد أمين الهاشمي إن كنت تسمعني عبر الهاتف. سيد أمين، يعني وزارة الصحة ربما أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه الجريمة البشعة. نعم، يبدو انقطع الاتصال بالسيد أمين الهاشمي، ريثما نحاول إعادة الاتصال به مجددا. دكتور أستاذ محمد كرير، يعني بداية نجدد الترحيب بك. هذه الجريمة البشعة التي عرضها التقرير، أولا كيف تصفها أنت وكيف تنظر إليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وللضيوف المتداخلين ولشعبنا الكريم المناضل من أجل الديمقراطية والحياة المدنية الكريمة. للأسف الشديد، أولا نعزي أنفسنا وأهالي الضحايا وكل الشعب الليبي على هذه الجريمة البشعة، والتي في حقيقة الأمر بكل ما تعنيه هذه الكلمة لم يفعلها حتى الصهاينة في فلسطين. أعتقد أن هذه الجريمة هي الصورة الحقيقية وهي الانعكاس الحقيقي
لما يبشر به هذا المجرم، مجرم الحرب حفتر وعصاباته، الشعب الليبي في قادم الأيام إذا ما تمكن من السيطرة على مقاليد الحكم. أنا والله في الحقيقة حتى هذا التقرير الذي عرضتموه يعني مؤلم ومثير للشجون للأسف الشديد وللحزن العميق. يعني أنت قتلت أناس، منهم المدني ومنهم العسكري ومنهم من ليس له علاقة بالحرب إطلاقا. طيب بعد قتلهم أو حتى قبل قتلهم، لماذا هذه السادية وهذه النفسية التي إن دلت فإنما تدل على الانتفاء الكامل للآدمية وانتكاس الفطرة واختفاء وانتفاء بكل ما تعنيه هذه الكلمات لأي معنى من معاني الإنسانية وحتى في العادات والتقاليد الليبية؟ هذا شيء دخيل خطير جدا مجتمعي على الثقافة وعلى النفسية وعلى المشاعر والوجدان الليبية للأسف الشديد. وهذه الجريمة حصلت في منطقة جغرافية تمثل مدينة ترهونة، مدينة ترهونة التي قبل سنة كانت مضرب للمثل في الأمن والأمان والسلام، الآن نتفاجأ بأن تصدر، حتى وإن لم يكن ربما من ارتكب هذه الجريمة ليس من ترهونة. نحتاج أن نتساءل يعني لماذا هذه الانتكاسة صح التعبير. لكن انضم عاد إلينا السيد أمين الهاشمي، استأذنك أستاذ محمد. سيد أمين الهاشمي المستشار الإعلامي بوزارة الصحة معنا عبر الهاتف، نرحب بك سيد أمين. مرحبا أخي الكريم. سيد أمين الهاشمي، يعني بداية وزارة الصحة أصدرت بيانا استنكرت فيه يعني ما وقفت عليه من مشاهد ربما على هذه الجثامين أو هذه الجثث. بداية لو تصف لنا في البداية يعني كيف تمت هذه العملية، عملية استلام الجثامين، جثامين هؤلاء الشهداء؟ بادئ ببدء أخي الكريم ومسيك بالخير وأيضا مشاهدي قناة التناصح. بالنسبة لهذه الحادثة أو الفاجعة أو المأساة التي لربما شهدها الكثيرون من أبناء الوطن، الحقيقة وزارة الصحة سرعت بإصدار بيان بعد أن استلمنا الجثامين عن طريق الهلال الأحمر الليبي. وكما جاء في البيان الذي خرج من وزارة الصحة بأن الطب الشرعي وقف على هذه الجثامين، وقف على هذه المأساة. وجدنا هذه الجثامين قد عرضت فعلا للتعذيب وللتنكيل قبل حتى القتل، وبعد القتل أيضا الطب الشرعي أثبت ذلك لأن هناك عمليات وحشية مورست على هذه الجثامين. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم، وأيضا أن يلغق أهليهم الصبر والسلوان. وزارة الصحة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة يعني خاطبت الجهات المعنية سواء الداخلية أو الخارجية، فلا تكتفي فقط في الإدانة والاستنكار والشجب وغير ذلك، يجب أن تأخذ يعني مواقف عملية لمحاسبة الجنات، خاصة كما تعلم أخي الكريم بأن مثل هذه التصرفات كما جاء حتى في بياننا بأنها تتنافى حتى مع شرعنا وديننا وأخلاقنا وأعرافنا التي لربما شعبنا الليبي يعني يستهجنها. كيف يعني سبحان الله في الأخير نحن نقول في الليبي أدمية إنسان تهان بهذه الطريقة، فأين يعني الإنسانية؟ أين الأعراف التي نتعرف عليها كليبيين؟ يعني الأبجديات ما تعلمناه في الأبجديات الإسلامية بأن هذا يعني شيء محرم وشيء كثير أخي الكريم. نعم سيد أمين، يعني أنت ذكرت أن الجثامين كانت في حالة يعني سيئة، تعرضت للتعذيب أو للتشويه. لو تصف لنا يعني بعض ما عثر عليه الطب الشرعي على هذه الجثامين من هذه الآثار. الحقيقة هناك يعني بالنسبة لتقرير الطب الشرعي عند الآن وزارة الصحة لم تصدر هذا التقرير رسميا، لأن التقرير هناك أشياء كما تعلمون لها علاقة بالتحقيقات والنيابة وخلاف ذلك، ولكن تكلمنا في العموم بأن هذه الجثامين عرضت فعلا للتعذيب وعرضت للتنكيل قبل حتى قتل أصحابها. هناك فعلا مجموعة من المدنيين كانوا من ضمن من صفوا من الأسرى، وأيضا معهم عسكريين. تعرفت وزارة الصحة
في مستشفى الزاوية التعليمي على 5 جسامين وتعود إلى مدنيين وأيضا 3 عسكريين وسلمت فعلا لأهاليهم. وإلى الآن ننتظر الموافقة لنشر يعني التقرير الخاص بالطب الشرعي على وسائل الإعلام وغير ذلك ليقف الجميع على هذه الحقيقة المروعة. أخي الكريم، نعم الكثيرون يتساءلون يعني سيد أميل هاشمي عن سر عدم نشر تقارير الطب الشرعي، لأن هذه القضية ربما قضية صارت قضية رأي عام وتهم الليبيين عموما. على ذكر النيابة سيد أمين الهاشمي، هل هناك إجراءات تتخذها النيابة بخصوص هذه الواقعة وهذه الجريمة؟ الحقيقة يعني بحسب علمك هي المختصة في هذا المجال تستطيع أن ترد على مثل هذه الأشياء، ولكن يعني بحسب تقديري بأن البيان الرسمي الصادر على وزارة الصحة فهو يمثل الجهة الشرعية الطبية التي تتكلم باسم المستشفيات التي عاينت هذه الحالات، ونستطيع فقط أن نكتفي ببيان وزارة الصحة فهي الجهة المخولة طبيا بنشر مثل هذه البيانات التي تتكلم إن حدث تنكيل أو حدث يعني تجاوزات بحق أولئك الأسرى. أخي الكريم، شكرا جزيلا لك أمين الهاشمي المستشار الإعلامي بوزارة الصحة، كنت معنا عبر الهاتف. وأتحول مباشرة للتعليق على هذه الجريمة وما أورده المتحدث أو المستشار الإعلامي بوزارة الصحة إلى الدكتور محمود عبد العزيز. مرحبا بك دكتور محمود عبد العزيز، كيف تعلق على هذه الحادثة؟ تحية طيبة لك أخي عبد الرحمن ولضيفيك الكريمين ولمشاهديك الكرام. أخي عبد الرحمن، لو تسمح لي فقط، لأني دائما أحب أن أتكلم في كما عودنا المشاهد نتكلم عن معركة الوعي، يجب أن نناقش البعد التاريخي لهذه الجريمة البشعة. عندما نتكلم عن هؤلاء الهبود الذين جاءوا غازين لطرابلس يجب أن نعرف ماهيتهم. هؤلاء أخي هم أبناء وأحفاد من هتفوا في 69 و73 و77 وقالوا نحن شرابين الدم. هؤلاء أبناء وأحفاد وأتباع من قالوا من شنقوا الناس في الميادين ومن مثلوا بجثثهم ومن رموهم بدون مؤاخذة في سيارات الكناسة وطافوا بهم في الشوارع. هؤلاء أبناء وأحفاد وأتباع تلك الشرذمة الفاسدة من أنصار معمر القذافي وأنصار مكتب الاتصال الذين تربوا على شرب الدماء والذين كانوا يهتفون بذلك. أخي الكريم، عندما نتكلم عن هذه الجريمة فإننا لا ننسى بأي حال من الأحوال ما حدث في بنغازي ودرنا. هؤلاء لم يسلم منهم من دفن في قبره لشهور، وهؤلاء لم يسلم منهم من دفن في قبره، وما حتى النساء يا أخي، هل نسينا نساء وأطفال قنفودة؟ هل نسينا أطفال ونساء درنا؟ هل نسينا وهم نسينا أقدامهم التي تدوس على رقاب الموتى وتحرق جثث الموتى؟ هؤلاء من أولئك يا أخي الكريم. يا أيها المواطن الكريم، عندما نتكلم وعندما نستغرب هذه البشاعة هذه الجريمة النكرة فإننا بكل حال لا ننسى تلك الجرائم، وإلا فإننا لن نتفاداها مستقبلا. أخي الكريم، ربما فضحت هذه الجريمة، نحن نعلم كثير من الجرائم الأبشع والأنكى، ولكن للأسف الشديد عندما كنا نعلي صوتنا وفي وسط غربة، دعنا نقول أخي عبد الرحمن وأنتم معنا، في عندما نبشت القبور في بنغازي وعندما قتل الأطفال والنساء في درنة وفي بنغازي، للأسف ساد الصمت. دعنا نعرف، دعنا نقول الحقيقة، والذي لا يعرف الحقيقة بهذه الطريقة لن يكون له مستقبل. هذه الجريمة المؤلمة النكراء التي ليس لها مثيل إلا جرائم الإرهابيين من داعش ومن غيرها، هم
نفس استمرار الجرائم التي نحن شرابين الدم، جوك تريس الجلي الهم، الذين شنقوا الناس على موائد الإفطار في رمضان، الذين أخفوا قبر عمرو النامي ونكلوا به، وأخفوا قبر الشيخ محمد البشتي رحمهم الله جميعا ونكلوا بهم، الذين قتلوا عمر دبوب، والذين قتلوا حافظ المدني ورشيد كعبار، الذين قتلوا الصحفيين والإعلاميين والنشيطين منذ 1969 إلى يوم الناس هذا. أخي لا يجب أن نناقش هذه الجريمة البشعة أخي عبد الرحمن وضيوفك بعد إذنك بمعزل عن كل تلك الجرائم، لأنهم كلهم راضعين من ثدي واحد وبالتالي ويستقون من ثقافة واحدة. إذا أردنا أن نتجنب هذه الثقافة في المستقبل وفي مستقبل الأجيال فيجب أن نربط هذه الأحداث ببعضها، ويجب أن نوعي الناس بهذه الجرائم وصيرورتها وانطلاقاتها ومنطلقاتها الفكرية. مهم جدا. طيب أنت أخي، نعم عبد الرحمن، نعم أنت تريد أن تقول أو تشير إلى الجذور ربما الثقافية العميقة لهذه الممارسات، لكنها تصدر دكتور محمود عبد العزيز تصدر عن جهة تدعي بأنها جيش انضباطي، جيش نظامي، جيش يريد أن يقضي على الميليشيات وممارساتها الفوضوية وإلى ما هنالك من هذا الكلام، فكيف تصدر منهم مثل هذه الأعمال؟ أخي عندما صدرت الأعمال السابقة، عندما قتل عمرو النامي وقتل عمرو دبوب وقتل حافظ المدني وقتل محمد البشتي رحمهم الله جميعا وقتل كل هؤلاء الشرفاء، كانوا باسم المقاومة الرجعية وباسم بناء البلد، وكانت تصدر من سلطة قائمة ويتعامل مع العالم. أخي ليسمي من شاء نفسه ما يشاء، ولكن أنا ما يهمني أني كمثقف أو كناشط أو سميني ما شئت، أنا يهمني توعية أهلي وناسي ومواطني بلدي بحتى نتجنب هذه الفضاعة. لا يمكن أن نبني بلد، لا يمكن أن نبني أجيال، لا يمكن أن نبني أجيال سوية تفكيريا ونفسيا ونحن نشاهد هذه البشاعة. أخي عبد الرحمن، جيلي أنا لا يمكن أن ينسى تلك الجرائم التي ذكرت. فبالله عليك اليوم اللي عمره 20 سنة و 18 و 19 و 20 كيف سينسى هذه البشاعة؟ كيف سينسى هذه الجثث التي قطعت أعضائها التناسلية والتي شوهت لدرجة أن أهلهم لم يتعرفوا عليهم؟ إذا كيف نريد أن نبني بلدا، نبني أجيال واعية، نبني أجيال تساهم بشكل إيجابي في البناء الحضاري للبلد ونحن نشاهد مثل هذه الجرائم؟ نحن ما زلنا نعاني، جيلنا يعاني من، يعني نحن كبرنا وجدنا هذه الجرائم، تربطنا علاقات صداقة بعائلات كثير من الضحايا، تربطنا تخيل أن يوم العيد نحن نعيد وكذا، نذهب مثلا للشيخ محمد البشتي أو بيت الشيخ محمد البشتي رحمه الله، يعني أي عيد يعني عند مثل هذه العائلة، عندما تلتقي مثلا بالشيخ حسين المدني اللي هو ابن الحافظ المدني العالم الجليل المحترم. يا أخي هذه النفسيات كنا نرى فيه ونرى الحزن في عينيه لفقد ابنه. اليوم بالله كيف هذه الأجيال ستنظر في وجوه الأباء والأمهات الذين مثل بجثتهم؟ نحن نحتاج حقيقة إلى أن نوعي المواطن، نوعي الناس بأن ما لم نستأصل، وأنا أقولها وعلى مسؤوليتي، هذا الفكر، هذه الثقافة، ثقافة القتل، ثقافة الاستئصال، ثقافة ثقافة إزاحة الآخر، هذه أبعد من ثقافة القتل دكتور محمود عبد العزيز، يعني هذه ثقافة يعني اعتدت حتى على الموتى ونكلت بهم ومثلت بجثثهم. أستاذ محمد كرير، ما تفسير هذه السلوكيات من وجهة نظرك، وكيف يعني يمكن أن تبررها أو تشرحها لنا من هؤلاء الناس، يعني كأنهم من كوكب آخر أو من جنس آخر غير الجنس البشر، يعتدون حتى على مدنيين كانوا في الطريق، يقبضون عليهم، يخطفونهم، يعذبونهم، يأكلون بهم، ثم يعني يقومون بتصفيتهم، ما هو تبرير ذلك؟ هو شوف أخي الكريم، هي مثل ما تفضل الدكتور محمود عبد العزيز عفوا،
هي ثقافة تواردتها شريحة من الليبيين عبر أجيال مرت وحقب زمنية مرت. يعني دعنا نجدر ما حصل لجرحى تشاد ومن الذي قام بالتنكيل بهم سواء في على المستوى الليبي الذين شاركوا في حرب تشاد في أوز وغيرها في الثمانينات أو حتى أهل تشاد أنفسهم. يعني أين هم جرحى تشاد؟ من الذي رمى بهم في الصحراء وفي البحر ومن الذي قضى عليهم؟ هذه النفسية السادية في حقيقة الأمر ظلت تتوارث هذه الجينات جيل بعد جيل في شريحة معينة في حقيقة الأمر تمثلها النظام السائد والقائم في تلك الفترة وهو نظام القذافي. من يمارس ولو على سبيل التغطية السياسية والقانونية المزورة الآن هذه الأفعال ويشرعنها هو سليل النظام السابق. حفتر من هو حفتر؟ هو رجل الخيانات الذي والانقلابات الذي انقلب على كذا وكذا وكذا والآن ينقلب على الهوية الثقافية والشاعرية والوجدانية للشعب الليبي. هؤلاء يا أستاذ محمد يعني يروجون لأنفسهم على أنهم جيش يريد أن يبني الدولة الليبية ويقضي على الميليشيات ويقضي على الفوضى. كيف يقترفون؟ يعني هذا ما نريد أن نفهمه، كيف يقترفون وهم يدعون هذه الدعاوى ويريدون من الشعب الليبي أن يتقبلهم هذه الجرائم النكراء التي يعني غير مقبولة حتى على غير المسلمين، يعني حتى على الحيوانات. يعني لا يمكن الإنسان أن ينتهك هكذا أو يفعل مثل هذه الممارسات. فكيف يعني يصدر عنهم؟ ماذا لو ما هي الرسالة التي يوصلونها للشعب الليبي إذا ما تحكموا فيه وما يعني تمكنوا منه؟ أنا أعتقد الرسائل كانت واضحة منذ الانقلاب الأول عندما كان الانتهاك الصارخ والاعتداء والقتل والتشويه لأول مكون ديمقراطي مدني للدولة الليبية الوليدة وهو إعلان في انقلابه المشؤوم أن الإعلان الدستوري مجمدا وإعلان أن كل أعضاء المؤتمر الوطني ومن معهم ومكونات الدولة الرسمية الأجهزة الرسمية ستكون رهن الاعتقال. منذ تلك الفترة وقبلها في التخطيط السري كان الانتهاك واضح. الآن الانتهاك برز إلى السطح في عملية وحشية ترسل رسالة واضحة ذات يعني أبعاد خطيرة جدا حتى على المستوى الوجداني. رسالة إلى من؟ إلى الشعب الليبي. إذا ما فكرت مجرد التفكير أو حلمت مجرد الحلم أنك ستعارضني سأفعل بك ما فعلت في الجثمين الطاهرة التي سلمت إلى أهلها في العيد الذي مضى الاثنى عشر جثمان للأسف الشديد. هذه الرسالة خطيرة جدا وهي تناغم رسالة السيسي عندما انقلب على الحكم الديمقراطي لمرسي وما فعله في رابعة العدوية. يعني أنني سوف لن أحترم فيك أي مواثيق أو أي أخلاق أو أي قيم دينية أو أي إنسانية، كل ذلك هدر عندنا. لن أحترم فيك الآدمية ولا الإنسانية ولا الشراكة في الأرض والوطن ولا الشراكة تحت السماء ولا أنك ليبي ولا أن لك موروث ثقافي يجمعني بك على الإطلاق. الذي بيني وبينك أن تكون تحت البستار الذي ألبسه فقط. ما عدا ذلك سأقوم بنبش قبرك حتى إن قتلت وأطوف بجثمانك في الأزقة والشوارع وأحرقه وأذره في الريح حتى تكون رسالة ردعية لكل الشعب الليبي، وبعد ذلك يطأطي الشعب الليبي رأسه ويذعن لهذا الانقلاب المشؤوم. هذه رسالة خطيرة الأبعاد وهي تمس القيمة الأساسية والركيزة الأساسية في الوجود على الأرض، ألا وهي الحرية. حرية التفكير، حرية الاختلاف، حرية التنوع والمعارضة. هذا مكون أساسي في الفطرة الإنسانية خلق معنا منذ أن خرجنا من بطون أمهاتنا، وهي أن أعارض من لا أتفق معه باحترام وبأدلة وبمحددات تمكن لي التعايش معه سلميا. هذا الرجل لا يؤمن بأي قيمة من قيم الإنسانية ولا الفطرة السليمة ولا الآدمية ولا حق التعايش مع أي ليبي يريد، بل يفكر في أن يعارضه في أن يستلم الحكم وأن يمرر ألاعيبه على الشعب الليبي للأسف الشديد. وهذه المسألة مسألة خطيرة. الرسائل كانت واضحة عندما حاصر قنفودة ورأينا حتى أعمدة هذا الشخص المجرم حفتر عندما كان أطفال قنفودة يقولون يطلبون الماء الغير مالح وكانت كل الدعاوى حتى ثوار قنفودة
السعودة وثوار المنطقة الغربية كانوا يطلبون ممرا آمنا للنساء والشيوخ والأطفال، ورأينا معاملة الثوار للأسرى من الذين ينتمون إلى هذا المجرم، ورأينا حرصهم على ممتلكات الناس، كان هو بالمقابل يمنع الممرات الآمنة ويمنع الماء ويمنع الغذاء ويصدر كل أنواع وكل ما يمكن أن يستخدمه ويتاح له من أدوات القتل والتدمير حتى للأطفال. وهناك فيديوهات وهناك أشياء موثقة في قتلهم للأطفال والنساء والعجائز والشيوخ والتفجيرات، وهي رسالة وصلت الآن إلى طرابلس. البعض يقول سيد محمد كرير أن هذه الممارسات هي أخطاء لهذه المؤسسة، مؤسسة الجيش، أخطاء فردية وتجاوزات فردية، هؤلاء نحن بشر ويصدر منا الخطأ، ولا تمثل مؤسسة الجيش التي ندعو إليها والتي نريدها أن تسيطر على ليبيا. اسمح لي أستمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل سيد محمد كرير وضيوفي الكرام جميعا ومشاهدينا. فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذه التغطية. ما فيش واحد طلع من جوا ودلنا له حاجه. تعال وروهم الصبايا. هذه وليه. ما فيش واحد طلع من جوا ودلنا له حاجه. اليوم ايها الاخوه انجاز عسكري ضخم حققته القوات المسلحه بعد معركه طويله جدا ضد الارهاب، كنا حريصين فيها على ارواح المدنيين، كنا حريصين فيها على ممتلكات المدنيين وعلى ممتلكات العامه، كنا حريصين فيها على تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق المواثيق الدولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني وتطبيق التعليمات والأخلاق للمجتمع الليبي بصفة عامة. وهذا الأزايز بتاعهم شفت اللي يحرقوا فيهم بالنار؟ حطوه حالك. شفت اللي يحرقوا فيهم بالنار؟ حطوه. ونحن جيش ملتزمين بالاتفاقيات الدولية والعالمية اللي موقعتها ليبيا. نحن تحت القانون، ملاش فوق القانون. نحن جيش، ملاش ميليشيا. ما فيش واحد طلع من جوا ودلنا له حاجة. ولينا ولي اخر. وعطينا فرصة لهم ان يسلموا روحهم للحكومة او للدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة احيانا. لا رأفة في مواجهة الخصم، بلاش حكاية تجيب حبسة مهنية، ما فيش حبس. أنا ميدان ميدان انتهت القصة، ميدان ميدان انتهت القصة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. قبل أن أعود إليك ضيفي محمد كرير، انضم إلينا عبر الهاتف السيد عمران الشتاوي الإعلامي بعملية بركان الغضب. مرحبا بك سيد عمران. أهلا وسهلا بك سيد عبد الرحمن، ومرحبا بضيوفك وبمشاهدينا. سيد عمران الشتاوي، لو تحدثنا يعني عن هؤلاء الاثنى عشر شهيدا الذين تم استلام جثامينهم، استلم جثامينهم الهلال الأحمر الأيام الماضية، يعني الثلاثاء الماضي، يعني لو تعرفنا بهم، من هم؟ هل كلهم عسكريين أسروا في ميادين القتال أم أن منهم مدنيين كما أشار بيان وزارة الصحة؟ وكيف تم اختطافهم ومن ثم تصفيتهم؟ نعم، كان ذلك ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. هناك مساعي منذ مدة من قبل الهلال الأحمر لاستلام الأسرى أو الجثامين بالتنسيق ما بين الطرفين. بلغت جهة ما الهلال الأحمر بوجود عدد 12 جثمانا تم استلامهم في منطقة الأصابع، ومن ثم نقلوا إلى مدينة الزاوية ثم إلى طرابلس، ثم جاءوا في آخر محطة إلى مدينة مصراتة. كان عددهم 12 شهيدا، من تم التعرف عليهم فقط كانوا 8 إلى الآن. هناك 4 لم يتم التعرف عليهم بسبب
الإهمال الذي طالهم بوجودهم خارج ثلاجات التبريد. أيضا من واضح أن هناك أثار لبعض التعذيب وهو متوقع طبعا خصوصا من ميليشيات الكاني بترهونة التابعة لميليشيات حفتر أو مجموعة الحرب حفتر. لم يتم التعرف على الأربعة الباقين، ليس كلهم عسكريين. مثلا على سبيل المثال نذكر الشهيد عبد الله جبعور. سبب الوفاة أو قبل الوفاة هو تم اختطافه على الطريق الساحلي عندما دخلت يعني بعض الميليشيات إلى منطقة الجربولي في تلك المدة القصيرة جدا. كان يمر من الطريق الساحلي في هذه المنطقة، تم القبض عليه صحبة زميل لي من مدينة ترهونة وتم تصفيتهم يعني هما الاثنين. عبد الله جبعور مدني وهما مدنيين بالكامل، يعني لم يكونا يحملان اي سلاح، لم يكونوا مسلحين. نعم ابدا لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في هذه الحرب، كانوا فقط مارين من على الطريق الساحلي. من الواضح بحسب الطب الشرعي وانا تحدثت معهم شخصيا، بالنسبه لعبد الله جبعور سبب الوفاه كان عيار ناري في الراس، وتوجد عليه اثار ضربات على كامل جسده، وبحسب الطبيب الشرعي يتوقع ان يكون ربما قد قاومهم قبل ان يتم اطلاق النار عليه، وليس عسكري ولا يوجد في محاور قتال، مدني انسان عادي جدا يسير على الطريق الساحلي. الاربعه الذين تم او الاربعه الموجودين بمصراتة أو منسوبين إلى مصراتة جميعهم تم قتلهم بطلقات نارية بعد أن تم تعذيبهم، ولكن حتى أثار التعذيب هي متفاوتة. هذا ما أريد أن أسألك عنه. نعم، وهذا ما أريد أن أسألك عنه. هل الذين تم أسرهم من ثوار أو عسكريين أسروا أحياء أم أنهم يعني أسروا بعد إصابتهم واستشهادهم؟ المتوقع بأن فقط الشهيد هشام هدية، هكذا يتوقع أهله بأنه ربما استشهد قبل أن يقع أسيرا في أيدي الميليشيات، لكن البقية تم أسرهم أحياء، وبعضهم قد تواصل مع أهله ظنا منهم أنه لا يزال على قيد الحياة، لأنه بعد الأسر تواصل مع أهله وقال لهم بأنه موجود لدى مجموعة معينة وهو بخير وما إلى ذلك، ومن ثم يتفاجؤون بأنه تمت تصفيته. يعني هؤلاء لا خلاق لهم ولا ليس لديهم احترام لا للجانب الإنساني ولا للجانب الأخلاقي، بعكس الطرف الآخر. ونحن لا نقول هذا الكلام سيد عبد الرحمن فقط يعني كلاما مرسلا. الأسرى الموجودين لدى قوات بركان الغضب يسمح لأهليهم بزيارتهم، بالتحدث إليهم، بمكالمتهم، بإيصال المواد الغذائية التي يحضرونها إليهم، والمعاملة هناك فرق كبير، ولم تسجل ولا حالة قتل لأي أسير إلى حد هذه اللحظة. لكن بالمقابل المعسكر الآخر، المعسكر الإجرامي، لا يتوانى عن فعل أي شيء ضاربا بعرض الحائط كل ما له علاقة بالجانب الإنساني والأخلاقي والقوانين الدولية والقوانين الإنسانية وشريعتنا الإسلامية. طيب سيد عمران شتاوي، هل عملية بركان الغضب بحكم أنك إعلامي بهذه العملية ربما على اطلاع، هل هناك أي إجراءات على صعيد النيابة أو على الصعيد السياسي من أجل يعني ملاحقة هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم سواء محليا أو دوليا؟ نعم بالتأكيد سيد عبد الرحمن، نحن نؤنسف لكل شيء، يعني لا نترك أي شيء. هناك الآن تم تجميع التقارير الصادرة عن الطب الشرعي وعن مركز الخبرة القضائية، وسيتم إحالتها إلى الجهات المسؤولة سواء محليا أو دوليا، وهناك من سيتابع هذه القضايا. كما ذكرت نؤرشف لكل شيء، ولا بد أن يأتي اليوم الذي تتم فيه محاسبة هؤلاء المجرمين، وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله. سيد عمران شتاوي من الإعلامي بعملية بركان الغضب، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. وأعود إليك أستاذ محمد كرير، كنت سألتك يعني قبل الفاصل عن ادعاء أن هذه أخطاء
فردية يقترفها مجموعة غير منضبطة هنا أو هناك ولا تمثل ما يزعمون أنها مؤسسة الجيش، كيف ترد على ذلك؟ أو في الحقيقة ليست أخطاء فردية، الخطأ الفردي يحدث مرة اثنين ثلاثة على الأكثر، لكن عندما يصبح الأمر هو أسلوب ممنهج وسياسة ثابتة وصفات تمثل ما يسمى عندهم الآن بمؤسسة الجيش زورا وبهتانا، ويصبح هذا هو الجوهر الحقيقي لتصرفات هذه المجموعات والعصابات أمام مرأة ومسمع من الناس، حتى أن الجنايات الدولية والمجتمع الدولي أصدر بعض مذكرات الاعتقال والقبض في حق بعض المجرمين الضالعين في هذا الإجرام الخطير جدا. بهذه الأفعال المتكررة والثابتة والمتعددة في كل المناطق والمدن التي سيطر عليها مجرم الحرب حفتر وعصاباته، ينتفي القول المزور بأن هذه تجاوزات فردية. هناك فرق بين الزلة التي تحدث مرة أو اثنين أو ثلاث، وفرق بين الأسلوب الثابت والمنهج الثابت والمستديم الذي يعتبر هذا هو الديدن الحقيقي، وهي رسالة مقصودة، وهو أسلوب ممنهج يتم عن طريقه تخويف وردع الليبيين من أجل تركيعهم والاستسلام الفوري لمجرم الحرب حفتر. وبالتالي هذه عصابة لا تتمثل أبسط مفردات القانون العسكري سواء في الحرب أو في السلم، ولا ترتبط أي ارتباط بالقانون بقانون حقوق الإنسان ولا قانون حماية الأطفال ولا القانون المدني ولا حتى حماية الشعوب والممتلكات. طيب في هذه الحالة ما مدى يعني إمكانية الوصول مع هؤلاء إلى حلول سياسية أو تدابير بناء ثقة كما يدعو ممثل الأمين العام غسان سلامة؟ سأعود إليك بهذا السؤال إن شاء الله، لكن دعني أتحول إلى ضيفي الدكتور محمود عبد العزيز. دكتور محمود، يعني في نفس السياق الذي كنت أتحدث معه مع ضيفي هنا حول هذه الأخطاء والادعاء بأنها أخطاء فردية لا تمثل ما يسمونه مؤسسة الجيش، كيف تنظر إليها؟ وفي هذه الحالة لماذا لم نسمع بأي عمل لمحاسبة هؤلاء المخالفين إن صح قولهم؟ أخي عبد الرحمن، نحن رأينا بعد انتصار ثورة فبراير الشريط الذي قتل فيه عبد السلام خشيبة، ورأينا يعني والكثير منا لم يستطع حتى تكمل ذلك المشهد المروع من سحل وقتل وقطع للأعضاء التناسلية وتجريد الرجل من ملابسه وتعليقه على شجرة في داخل مقر إقامة معمر القذافي. هذا الأسلوب على فكرة ما يسمى باللواء التاسع ولا ما يسمى بالكانيات، والكثير من الفيديوهات اليوم أنا نشرت فيديو على صفحتي في الفيسبوك، واضح جدا أنهم بقايا اللواء 32 وكتيبة محمد، واضح جدا، والكتائب الأمنية التي كان يرأسها ابناء القذافي. هؤلاء هم من ذات الطريق ومن نفس المدرسة، وبالتالي أنا شخصيا والله يا أخي عبد الرحمن لم أستغرب. ولذا ما يهمنا الآن هو تبيان الحقيقة للمجتمع، حتى يتفادى المجتمع، حتى نعلم أبنائنا في المستقبل، حتى نعلم أبناء المجتمع أنه لا يمكن أن نحيا معا جميعا بسلام وهذه العقلية موجودة، لا يمكن أن نذهب خطوة إلى الأمام وهذه العقلية موجودة، يجب أن نجتهد. يعني هي ليست أخطاء، يعني هي ليست أخطاء دكتور محمود عبد العزيز، هي أعمال مقصودة وممنهجة وعلى أعلى مستوى. أخي عبد الرحمن، أنا أرفض وبشدة وبالدليل والبرهان تسميتها أخطاء، أنا أسميها جرائم ممنهجة مقصودة، بل هو سلوك متمكن في أصحابه، سلوك متمكن. أنا والله لدي من الحقائق واستمعت من بعض الشهود كلام للأسف غير مصرح لي بقوله، لأن مزمنك الناس قاعدة ما سمعتش ولا ناس كذا، أقسم بالله جرائم يندى لها جبين الإنسانية، بالعكس إذا حكيتها الناس حتكذبك. يعني أنا لن أذكر اسمها، ولكن فقط تخيل يأتي واحد من هؤلاء المجرمين، ليس محسن الكاني، كاني آخر نسيت اسمه، إذا ممكن تذكرني اسمه، بالقاسم ولا مش عارف منهم، واحد منهم المهم، تخيل في عبد الرحيم الكاني وفي محمد الكاني، لا 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 مش هذا الكبير محمد، واحد تاني مجرم حتى هو، تخيل ينادي
تعال انت فلانه ايه تعال تصور ويصفيه قدام جماعته ويلوحه ويقول تعالوا ارفعوا الوحده. تخيل لا محكمه لا تحقيق لا شيء، يعني اشياء لا يمكن. انا للاسف الشديد وعندما كنا نناشد اهلنا واحبابنا وجيراننا ونسباتنا وناسنا في ترهونة الكرم، ترهونة الجود، ترهونة الجهاد، ان يثوروا على هؤلاء الشردمه، هؤلاء عار 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 ان يلصقوا. انا لحقيقه انا ارفض، لان لدي اخواني واصدقائي واحبابي وجيراني من ترهونة، انا ارفض ان يلصق هؤلاء بترهونة. اخي الكريم لا يمكن السكوت على هذه العقلية. أنا أتكلم عن عقلية، هذه الأفعال لو لم تكن عقلية مجرمة متمكنة يعني معصورة ومختلطة بالإجرام لما كان لهذه الأفعال من وجود. وبالتالي أخي الكريم هذه ليست أخطاء، ولا يمكن أن نقول عنها أخطاء فردية، ولا يمكن ما فعله مجرمين. إذن هي مقصودة، إذن هي مقصودة دكتور محمود عبد العزيز في هذه الحالة. ما هي الرسالة التي يريدون، أعود إلى هذا السؤال، ما هي الرسالة التي يراد إيصالها للشعب الليبي باقتراف مثل هذه الجرائم؟ كما تحدث قبل قليل السيد عمران شتاوي، عفوا، كما تحدث قبل قليل السيد عمران شتاوي، اختطفوا مدنيين من الطريق الساحلي كانوا ذاهبين مارين، وهو مثل عبد الله جبعور ورفيقه وجاره خالد عويدات، او يعني اقول لك يا عبد شيء كهذا يعني. نعم اختطفوهم، كانوا ذاهبين الى المصيف، عفوا، كانوا ذاهبين من اجل استئجار مكان في المصيف من اجل اسرهم واطفالهم، اختطفوهم وقتلوهم. يعني ما هي الرساله؟ هذا ولم يتمكنوا بعد، فما بالك اذا كان تمكنوا من طرابلس ام من ليبيا. خليني بالفعل في نص دقيقه اجيبك. الرسالة الأولى أن حفتر هذا المتمرد المجرم يريد أن يورط بأكبر هي على فكرة نفس العقلية هي من قذافي. القذافي يورط من تحته واللي تحته يورط من تحته. يريد هذا المتمرد أن يورط بأكبر عدد من الجرائم هؤلاء المجرمين، وهؤلاء المجرمين يريدون أن يقطعوا عليهم وعلى أهل ترهونة وعلى من معه خط الرجعة. تمام، وهذه الرسالة الأولى، الرسالة اللي هي متكونة من مرحلتين. مرحلة حفتر مع هذا المجرم مع الكانيات وهذه العصابة المجرمة وهؤلاء مع من معهم، قطع خط الرجعة حتى وقطع النسيج الاجتماعي كما فعلوا في المنطقة الشرقية. النقطة الثانية والمهمة هي محاولة بث الرعب في 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 كل من يساند الدولة المدنية، في كل من يساند الدفاع عن طرابلس والدفاع عن الشرعية، لكل من يقاتل إعلاميا وعسكريا ومعنويا ضد غزو الهبوط لطرابلس، يقول له هذا مصيرك. للأسف الشديد هؤلاء جهلة، فسقة، قتلة، متخلفين، لم يقرأوا التاريخ، لم يقرأوا التاريخ ولم يعرفوا شيئا عن 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 بناء الأمم وعن سير الحضارات وعن بناء الحضارات. وإلا بالأمس القريب القذافي مع فعله القذافي لا يمكن أن وسلطة القذافي وهيمنة القذافي لا يمكن أن يشموا حتى شماه، ولكن في الأخير أين هو؟ وبقيت ليبيا وبقي الشعب الليبي. بغض النظر أنت فكرك من تتبع من ما تتبعش، هذا موضوع ثاني. أنا أتكلم هنا عن 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 قتل ممنهج، عن إبادة ممنهجة، عن جرائم ممنهجة. وبالتالي للأسف الشديد هذا هو ما يريدون أن يصلوا إليه، يريدون أن يصلوا قطع النسيج الاجتماعي، إرهاب الناس، ترويحهم، وزيادة هذا الشرخ لقطع الطريق عن المتمرد، عن هؤلاء المجرمين وهؤلاء المجرمين عمن معهم، وفي الأخير أنا ومن وراء الطوفان. هم يعلمون أنه لا مستقبل لهم لا في ترهونة ولا في ليبيا ولا في المنطقة الغربية ولا في شيء، وبالتالي خلاص أنا تورطت، خليني نورط كل الناس معي. أنا هنا ألتقط الخيط وأدعو كل أهلنا في ترهونة، كل حكماء ترهونة، والله عيب، والله نتألم، لأني أنا أعرف ترهونة يا أخي، أنا أعرف ترهونة من سوق لحد إلى سوق السبت إلى الى 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 وشتاتا، فبالتالي ومن العربان الى وسيد الشارف الى مسلاته،
أخي الكريم، هذا الترهونة التي نعرفها لا يمكن، لا يمكن أن يمثلها هؤلاء. يجب على أهل الترهونة الانتفاض، الانتفاض. مش معقولة يا أخي، مش معقول هذا الذي لا يحدث. أنا أعرف غيرة أهل ترهونة، ناس ترهونة وشرف ترهونة. والله 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 يوم نقول لك كلمة وسجلوها علي وأرجوكم تعيدوها حتى بتديروا لها بروم، والله نساء ترهونة لا يرضوا بهذا. والله نساء ترهونة اللواتي نعرفهم أقسم بالله لا يرضوا بهذا العار. عيب، عيب أن يصل بهؤلاء المجرمين الفسق القتلة أن يصل بهم الحال إلى هذه الجرائم التي يمدى لها جبين الإنسانية. جيب واحد من أقصى الشرق، من بشكيرستان أو مش عارف، أو من البرازيل، لا يرضى بهذه، يقول لك مش ممكن. يعني أنا اليوم عندي ضيوف أخي حقيقة، دعني أستطرد، يعني لا يمكن أن يتخيلوا هذه الجرائم. مش الليبيين اللي نعرفهم مش ممكن يديروا هذا، لكن للأسف ما يتفتق عنه ذهن الإجرام وثقافة التخلف ممكن أن تفعل أكثر من ذلك. نعم دكتور محمود عبد العزيز، ونحن كذلك يعني نربى بأهالي ترهونة أن يمثلهم مثل هؤلاء المجرمون. سيد محمد كرير، في هذه الحالة إذا كانت يعني تلك الأخطاء يعني متعمدة ومقصودة للأهداف التي ذكرها دكتور محمود عبد العزيز، وأنهم قطعوا كل سبيل لأنفسهم أو على أنفسهم من أجل الرجوع أو أن أتباعهم يرجعوا إلى الوراء، في هذه الحالة كيف يمكن التعامل والتعاطي مع مثل هذه الشريحة ومثل هذا النماذج؟ يعني هل يمكن كما يدعو مبعوث الأمم المتحدة أن تتم معهم تدابير بناء ثقة وأن يتم معهم جلوس للحوار ومفاوضات وحل سياسي وإلى ما هنالك من هذا الكلام؟ في حقيقة الأمر هي دعوة مبعوث الأمم المتحدة، مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد غسان سلامة، رد عليها حفتر بقصف مطار زوارة، ورد عليهم حفتر وعصاباته بأن سلموا 12 شهيد بجثمين مشوهة لأهاليهم في مناسبة معظمة من الشعائر الإسلامية للأسف الشديد. وبالتالي هذه الدعوة لا تمثل الحقيقة على أرض الواقع. يعني نحن يجب أن نتجاوز تفكير الغير لنا من أجل أن نحل مشاكلنا. أنا أعتقد أن المشكلة ليست في حفتر، ولعل هذا الكلام قد يحتاج إلى نوع من التفسير، لكن لضيق الوقت سنختصر. المشكلة واللوم والعتاب ليس على حفتر. حفتر مع أنه مجرم حرب، لكنه أوضح شخصيته بكل ما تعني هذه الكلمة من مفردات. يقول لك أنا سأحكم بالحديد والنار حتى الذي عرضني وهو في قبره، سأنبش قبره وأحرق جثمانه من أجل أن أصل إلى الحكم، ولن أستثني لرجل ولا امرأة ولا طفل ولا شيخ كبير. هذا حفتر، هو واضح اللوم الحقيقي. هذه رسالته للشعب الليبي، هذه رسالته للشعب الليبي، وهذه سياسته وهذه قناعته، وهو واضح. نحن نشكره على هذا الوضوح، وفر علينا وقت لكن للأسف الشديد ما يسمى بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، الخلل الحقيقي هنا. هذا ليس نبش في الماضي ولا نكش في الأخطاء، ليس هذا، وليس معارضة لدعوة الالتفاف والصالح العام، لكن هذا تشخيص للحالة. إذا كان المجرم الآن يقول لك أنا هكذا سأفعل هكذا أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي أعطاك الشرعية، وغصبا عنه وغصبا عن الليبيين، ولا توجد أي قيمة آدمية أو إنسانية أو ليبية أو ثقافية لما يسمى بالشعب الليبي عندي إلا أنا وأبنائي وعصاباتي التي سأتخلص منها بعد وصولي إلى الحكم. هذا معنى وانعكاس كلامه الحقيقي ورسالته الحقيقية للليبيين. إذن ما الذي يجب أن تفعله حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي والدوائر الحكومية الرسمية؟ نحن للأسف الشديد الدولة الليبية الرسمية بالكامل عيدت في لندن رئيس المجلس الرئاسي، للأسف الشديد عيد في لندن رئيس المجلس الرئاسي ووزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأزمة ورئيس الحكومة، عيد في لندن بالشوكولاتة غادي، والليبيين يستلموا في الجثمين مشوهة. إذن الخلل ليس في حفتر، حفتر مجرم وانتهت القصة ونقطة على السطر. الخلل فينا نحن، في من يدعي أنه يمثلنا سياسيا ودبلوماسيا. من هنا السكين الذي يذبح به
الليبيون ويستعمله حفتر من أجل أن يطعننا في مقتل. وربما الخلل أيضا في ضيق الوقت أستاذ محمد كرير، للأسف انتهت هذه الساعة من التغطية. نشكرك جزيل الشكر مدير المنتدى الليبي للتواصل والحوار، وكذلك نشكر ضيفنا الدكتور محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام، والذين تداخلوا معنا السيد أمين الهاشمي المستشار الإعلامي بوزارة الصحة، وكذلك السيد عمران شتاوي الإعلامي بعملية بركان الغضب. والشكر موصول إليكم أعزائي المشاهدين لطيب متابعتكم، أحر التعازي لأسر شهدائنا، ونرجو السلامة لبقية الأسرى والمختطفين. إلى أن نلتقي بكم، دمتم في أمان الله وحفظه.